السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو ويلكم استديو نتاعي نتاع مدونة حبيب لمعلومات. عندي الحاسوب المكتبي وكذلك عندي حاسوب النقال. هذا الحاسوب النقال هو نسجل فيه الصوت نتاعي باش يعطيني كواليتي مليحة مع ميكروفون وكذلك كارت الصوت. ها هي خاوتي من نوع اوديو، ها هي باش تعطيني كاليتي مليحه نتاع الصوت، وكذلك مايك او ميكروفون. هذا هو خالي ومليح، هذا هو ميكروفون مايك فون، ها هو باش يعطينا الصوت احترافي بهذه الطريقه. مهم دوك نوريلكم كيفاش نبداو على الشروحات. شوفوا خلاص، باش تبدا في اليوتيوب لازمك تدبر المحتوى اللي يناسبك، هذه حاجه الاولى. وكذلك لازمك يكون فيديوهات اصليين، ما تجيبليش فيديوهات من قناه اخرى تعاود تنشرهم على قناة تاعك. هنا عندك مخالفه اليوتيوب، عندك مخالفه او سياسات اليوتيوب. لازم يكون محتوى حصري، لازم تم مصوره بالهاتف ولا بالحاسوب، ولازم يكون صوتك نتاعك انت، ماهوش تجيب صوت خداخر من قناه خداخر. جيب صوت تاع صاحبك ولا تاع شخص اخر يسجل لك عادي نورمال. المهم ما يكون الصوت تخطفه من قناه اخرى تعاود تحطه في قناه تاعك. هنا عندك مخالفه سياسه اليوتيوب. باش تقدر تربح من اليوتيوب لازم تجيب الشروط تاع اليوتيوب، هو 1000 مشترك و4 ساعه مشاهد. المهم حنايا دركا واش نديرو، نوريلكم كيفاش نسجل على قناه تاعي مدونة حبيب لمعلومات. المهم نديرو كاسك باش نسمع الصوت تاعنا بهذه الطريقه. من بعد واش نديرو، نجيبو او نحملو التطبيق او البرنامج تاع تصوير الشاشه الحاسوب او سطح المكتب. هذا هو كاين كامتازيا ستوديو، هذا هو خاوتي. من بعد واش نديرو، نضغط على تسجيل بهذه الطريقه خاوتي. هنايا طلعت لنا التسجيل نتاع كامتازيا ستوديو. من بعد واش ندير، الا كان عندك حاسوب ثاني نتاع تسجيل الصوت، ندخل البرنامج تاع تسجيل الصوت خاوتي. هذا هو شو معي مليح، هذا هو البرنامج تسجيل الصوت بطريقه احترافيه باش تعطيك كاليتي مليحه. وفي حاله اللي ما عندكش كاميرا تصوير، دير الهاتف من نوع سامسونج او ريدمي. المهم خاوتي دوك نبدا التسجيل بهذه الطريقه. ومن بعد واش ندير، نطلق او تشغيل تسجيل بهذه الطريقه. دركا راهو يسجل خاوتي، شو مليح دركا راهو يسجل. من بعد واش ندير، نجيب مايك نتاعي ميكروفون بهذه الطريقه. دركا نبدا نسجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نعرفوا الأرباح نتاع اليوتيوب وكذلك نتاع الأدسن باش نقدر نسحب الأرباح نتاع الأدسن إلى حساب البنكي. أولا نروحوا إلى جوجل كروم إذا كنت تخدم بالحاسوب ولا بالهاتف نفس الطريقة. ندخل إلى استديو اليوتيوب بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد تجينا هذه الواجهة نتاع لوحة البيانات خاصة بالقناة أو استديو اليوتيوب. ومن بعد نضغط على إحصاءات بهذه الطريقة خوتي. نكليك على إيرادات، هنا يعطينا الأرباح نتاع الشهور نتاع جانفي فيفي مارس أفريل ماي جوان جويليا أوت. هنا يعطينا الشهور الأرباح، فهمتوا خوتي. ومن بعد إلا كانت قناة تاعك مربوطة بحساب الأدسنس، نروح الأدسنس بهذه الطريقة، فهمتوا خوتي. ومن بعد إلا كانت القناة تاعك مربوطة بحساب الأدسنس، نروح الأدسنس بهذه الطريقة باش نقدر نسحب الأرباح نتاع الأدسنس. لازمي نفتح حساب البنكي بالعملة الأورو. ومن بعد جينا بهذه الواجهة، من بعد نضغط على الدفعات، ومن بعد معلومات الدفع بهذه الطريقه.
بهذه الطريقه باش تقدر تسجل الشروحات على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا على الفيسبوك بهذه الطريقه خاوتي. ما تكلفلكش كيما نقولوا حنايا الادوات تاع التصوير او الادوات نتاع التسجيل، تحتاج هو الحاسوب، يكون حاسوب مليح ما يكونش يتبلوكا لك، ما يحملكش وما يطفالكش. علاه؟ ربما تجي تسجل ربما يتبلوكا الحاسوب. عفوا خوتي، المواصفات نتاع الحاسوب اقل هو يسانك، وكذلك الارام تكون ما بين 8 جيجا حتى 16 جيجا باش يخفف الحاسوب في المونتاج. وكذلك في التقنية تسجيل الصوت يكون كذلك البرنامج تسجيل الصوت بطريقة احترافية. وكذلك خاوتي ما تنساوش كارت الصوت، هذه تلعب دور في تسجيل الصوت، وكذلك تعطيلك صوت احترافي كما معلقيك، فهمتوا خاوتي؟ وكذلك خاوتي ما تنساوش ميكروفون لازم يكون احترافي، ميكروفون يكون احترافي كما هذايا مع هذه الصفاية وكذلك مع هذه، شوفوا معي هذا هو ميكروفون باش تعطينا صوت احترافي. هذا هو هذه الطريقة باش تقدر تبدأ في اليوتيوب. كاين ناس حوس يبداو في هذا المجال تاع اليوتيوب تاع المعلوماتية وما عرفوش كيفاش يبداو بهذه الطريقة، طريقة سهلة جدا وما تكلفكش درهم بزاف. كما إينيتي، إلا تحوس على إينيتي مليحة وتكون خفيفة وزينة تشريها حوالي 5 ملايين، 5 ملايين حتى 6 ملايين حتى 7 ملايين. إينيتي معنى إينيتي معناها تكون مليحة، المواصفات تاعها تكون مليحة، تسوى ما بين من 5 ملايين حتى 7 ملايين. ليكرو كذلك، ليكرو خاوتي يلعب دور، إلا كل ما تكبر ليكرو يساعدك في المونتاج، كل ما تكبر ليكرو يساعدك في المونتاج. هذا ما ماهي شرط تعمل زوج حواسيب، لا، حسب واحد يكون مليح، وكذلك يكون عندك ميكروفون تكون احترافي وكات صوت تكون احترافيه مليحه باش تعطيك الصوت مليح. في التصوير الا كان عندك الهاتف مليح يصور مليح، مثال ريدمي نوت 10 برو ولا سامسونج اس 25 ولا A25 سامسونج ولا، يكون الكالي نتاعو الصوره نتاعو مليحه، تسجل بالهاتف بلا كاميرا. هذا ماك خاوتي. المهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده اسفل خلينا تعلق اسفل الفيديو، ولا تواصل معنا عن طريق الواتساب. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.